المبادره يعني المبادره شكرا الجزيره هي ماشي هي المره الاولى ولكن هي المره السابعه وهذه المبادره يعني جات يعني مجموعه من الاعلاميين الحقيقه اللي كانوا الاعلاميين المغاربه اللي كانوا في الجزيره وكانوا الانستجابه يعني واحد الصدفه انهم جاوا واحد المره في الزياره الكليه او جريده الاداب وبقاونا كنظموا واحد الندوه وهذه الندوه يعني في اطار الاجازه اللي فتح الصحاب وعجبتهم التجربه الفكره وقالوا لي مالا نساهموا في تكوين الطلبه المغاربه في هذا المجال الاعلامي ومن ثم بدات هذه المبادره فبدات وحتى اصبحت سنه ديال كل سنه هنا كنشكر يعني معهد الجزيره الاعلام في الشخص الاداره ديالو السي مدير الزين المدير واتمنى انهم تبناوا هذه التجربه لان اول لقاء كان لقاء ناجح جدا اللي كيعتبروه من احسن اللقاءات او احسن الدورات اللي دازت في العالم العربي اذا من ثم بعد يعني اقمنا واحد الاتفاقيه مع الجزيره الاعلام بس ان من المقتضيات ديالو انه يقوموا بتدريب طلبه ديال جامعه المنصور خصوصا في مصر تحرير التحرر من التنوع الاعلامي والاجازه المهنيه والان لنا نادي الاعلام في مؤسسه نعم سيدي العميد كنلاحظ انه هناك كان تغيير في الفقراء السنه طبيعة الحال يعني كل دوره كيبقوا متطوعين كل دورة كيتطوروا واحد المجموعة من الإعلاميين والجميل أن ملي كيمشيو الإعلاميين من هنا وكيعاودوا كيحكيو لهم على الحماس وعلى الطريقة باش النهم ديال الطلبة ديال جامعة المنصور على الإعلام فكلهم كيتشوقوا أنهم يجيو لدرجة أن كل مرة كيجي عندنا إعلامي معين وكاين منهم اللي كيعاود التجربة. قدم لنا نفسك. شكرا جزيلا. انا عبد الدايم الصماري منتج برامج بقناة الجزيرة، أشرف على برنامج اسمه المرصد وهو برنامج إعلامي أسبوعي. أنا اليوم هنا في إطار مبادرة سفراء الجزيرة وهي مبادرة أطلقها معهد الجزيرة للإعلام منذ سنوات. دربت في دول أخرى ولكن أنا لأول مرة هنا في المغرب ويسعدني جدا أن أكون في أكادير وأكون في هذا القطب الجامعي الجميل الذي أتمنى له كل التوفيق وكل النجاح. دورتنا تنقسم إلى 5 ورشات، هناك ورشة حول إنتاج الوثائقيات، هناك ورشة حول الكتابة للصورة، وهناك أخرى حول التقديم التلفزيوني وحول صحافة الإنترنت، والخامسة حول صحافة الموبايل. الزملاء الموجودون كلهم عزم من أجل أن تنجح هذه الدورة ويستفيد أبنائنا الطلبة بقدر ما نستطيع. أشكر إدارة الجامعة التي عرفناها قبل أن نأتي من خلال الاتصالات التي تمت بنا، سهلونا مهمتنا ونأمل أن نكون في مستوى الانتظارات التي علينا. نحن كما قلت قبل قليل لسنا في مجال علمي حتى نقول إننا سندرس رياضيات أو فيزياء، هذا مجال يقوم على الخبرات وعلى تقاسم الخبرات. الزملاء الموجودون لهم مسيرة طويلة وجيدة في مجال الإعلام، هم سيقدمون لأبنائنا الطلبة ما يستطيعون ونتمنى أن نفيد بقدر ما هو ممكن ومتاح. تعرفين الدورة طولها 5 أيام وهي ليست مدة طويلة ولكنها بالعزم والإصرار والثقة التي بيننا إن شاء الله يحصل المفيد. أتمنى كل التوفيق للجامعة وأتمنى كل التوفيق لأبناء المغرب الذين في الحقيقة أنا يشتغل معي كثير من الزملاء المغاربة وهم من نجوم القنوات التلفزيونية وأقول هذا دون أن أرمي ورودا. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ومشاركة لك أنا عدن شبشي صحفي ومنتج تلفزي أعمل في شبكة التلفزيون الصين الدولية China Global Television Network ناطقة بالإنجليزية من تونس ومدرب معهد الجزيرة الإعلام في موبايل جورنالين صحافة الموبايل ونيو ميديا بصفة عامة. من خلال هذه الدورة هناك دورة صحافة الموبايل اللي هي تمكن الصحفي والطالب من إنتاج تقارير صحفية ومهنية بإمكانيات بسيطة جدا وهي الهاتف الجوال. فنركز على التقنية ونركز أيضا على أخلاقية المهنة ونؤكد على إمكانية الطالب أنه ينتج تقارير مهنية بإمكانيات بسيطة متاحة جدا. فنحاول أن نشارك التجربة المتواضعة اللي عندنا في تونس وفي العالم بصفة عامة. شكرا لك.